السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الأعزاء، في الحصة ديال اليوم غنديرو نموذج من نماذج الفروض الخاصة بالتربية الإسلامية والتي تهم المستوى السادس ابتدائي. إذا نبداو على بركة الله بالسؤال الأول. إذا السؤال الأول، بعدا غادي نقرا وضعية الانطلاقية الأولى عاد ندوز الأسئلة. حضرت أم عدنان صلاة المسجد الجمعة في المسجد، فاستمعت باهتمام لخطبة الإمام الأولى التي تحدث فيها عن الإيمان بالغيب الملائكة واليوم الآخر وبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم والدعوة السرية، بينما تحدث في الخطبة الثانية عن خير نساء العالمين ومنهن آسيا زوج فرعون ومرأة عمران إسوة بهن في الإيمان والتفاؤل والرضا، وختم خطبته بالحديث عن فضل صلاة التراويح، وأثناء الصلاة تلا الإمام ما تيسر من سورتي الحاقة والمدثر. إذن السؤال الأول في التزكية، استظهر كتابيا من قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر إلى قوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا. إذن غادي نكتبو من يا أيها المدثر إلى ذرني ومن خلقت وحيدا. إذن نبداو على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر قم فأنذر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا إلى آخر سورة، صدق الله العظيم. إذن هنا طلبوا منا فقط غير حتى لهنا. ثم السؤال الثاني، أصر بسهم بين الكلمة ومعناه. عندنا المدثر سقر صعودا، وعندنا هنا جهنم المغشي بثيابه عذابا شاقا. إذن المدثر هو المغشي بثيابه، سقر هي جهنم، وصعودا عذابا شاقا. ورد في سورة المدثر يا أيها المدثر، من المخاطب في هذه الآية؟ إذا المخاطب هو الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما نزل عليه الوحي رجع صلى الله عليه وسلم إلى بيته خائفا مرتجفا، وقال لزوجته خديجة رضي الله عنها دثروني. في هذاك الوقت نزلت هذه الآية بصورة المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر. إذن في هذاك الوقت تبعت نبي. إذن المخاطب هو الرسول صلى الله عليه وسلم. السؤال رقم 4، أذكر اسمين من أسماء اليوم الآخر. إذن كاين يوم القيامة، كاين مجموعة من الأسماء يوم القيامة، كاين الحاقة، يومئذ، يوم الجمعة، يوم الحشر، كاين بزاف ديال الأسماء اليوم الآخر. إذن غنكتبو اليوم الآخر، إذن غنديرو يوم البعث، يوم البعث. السؤال رقم 5، أملأ الفراغ بما يناسب من الكلمات التالية، الموت، القبور، التصديق. الإيمان بالله باليوم الآخر هو الجازم، هو التصديق الجازم بأن الله تعالى يبعث الناس من القبور بعد ماذا؟ بعد الموت. إذن أول سؤال، تعريف صلاة التراويح. إذن ما هي صلاة التراويح؟ دابا هنا غتكتبوا التعريف اللي تعطاكم داخل القسم اللي
اللي كاتبين في الملخص ديالكم، كل واحد واشنو عطاها التعريف. اذا هي صلاه التراويح هي صلاه تقام في ليالي شهر رمضان، او هي قيام شهر رمضان جماعه تصلى ليلا، لأن في قيام شهر رمضان تصلى جماعة وتصلى ليلا بعد صلاة العشاء. فضلها، إذا الفضل ديالها مغفرة ما تقدم من ذنوب، ديال مغفرة ما تقدم من ذنوب، لقولها صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حكمها هي سنة مؤكدة. سابعا، من هو الصحابي الجليل الذي جمع المسلمين أو جمع المصلين على إمام واحد يصلي بهم التراويح؟ إذن هو الرجل الذي جمع، أو الصحابي الذي جمع المصلين، هو عمر بن الخطاب. إذن الصحابي الجليل هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. السؤال الثامن، أذكر أول السابقين إلى الإسلام من النساء: خديجة أو أمنا خديجة رضي الله عنها، خديجة بنت خويلد. من الرجال: أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق. من الشباب: زيد بن حارثة أو الموالي. من الأطفال: علي بن أبي طالب. تاسعا، اختار الجواب الصحيح بوضع علامة في الخانة المناسبة. في البداية كانت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام جهرية أو سرية؟ إذا كانت سرية. استمرت الدعوة السرية 3 سنوات أو 5 سنوات؟ دامت 3 سنوات. ثم عندنا السؤال العاشر، من هن خير نساء العالمين؟ إذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نساء العالمين مريم بنت عمران، ثم خديجة بنت خويلد، خديجة بنت خويلد، خديجة بنت خويلد، فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، ثم آسية زوج أو امرأة فرعون. إذن هذوما خير نساء العالم. أكمل قصة امرأة عمران بما يناسب مريم عقيما أنثى الدعاء. كانت امرأة عمران لا تلد، إذن عقيما العقيم هي التي لا تلد، فتوجهت إلى الله بماذا؟ بالدعاء، أن يرزقها ولدا صالحا، فاستجاب الله لها، فلما وضعت حملها رزقت بأنثى، واختارت لها اسم مريم. أكمل قصة آسية زوج فرعون بما يناسب أليم آسية تابوت فرعون. لما وضعت أم موسى مولودها خافت عليه من بطش فرعون، فألهمها الله بأن وضعته في التابوت وألقت به في اليم، فحمله الموج إلى قصر من؟ إلى قصر فرعون، حيث وقعت عين آسية عليه فأحبته وآوته. ثم السؤال رقم 13، أكمل الآية الكريمة، قال الله تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابن لي بيت، أو ربي ابن لي عندك، ربي ابن لي
عندك بيتا في الجنة. بيتا في الجنة. ونجني من فرعون وعمله. ونجني من القوم الظالمين. صدق الله العظيم. إذن كانت هذه الأسئلة الخاصة بالنموذج ديالنا ديال اليوم. موعدنا يتجدد في الحصة المقبلة بحول الله.